عملية فحص التشبنة أو اللبادة اللي بتفصل المي عن الملفات في المحركات أو في المضخات المياه. الطريقة بنضع هنا بينهم في هذا الصحن ماء، نضع قليل من الماء تحت البشارة اللي بتلف هاي النحاسية، نضع تحت ماء، شايفين الماء ركوف الداخل، وبنبدأ نحرك البشارة ونشوف إذا بتهرب مي لتحت، يعني إذا تنزل المي لتحت هون بين المضخة والمحرك. إذا في قليل من الماء معناته الشبنة أو اللبادة هاي الفاصلة هي فيها تلف. لاحظوا كيف المي بنحرك، إحنا العضو الدائر، بنحرك العضو الدائر وبنشوف إذا تنزل المي نقطة من الماء معناته خلاص بيكون لازم نغير اللبادة.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
الله.